جرت العادة في بعض البلدان أن يجتمع بعض الناس في ليلة النصف من شعبان في المساجد أو البيوت لقراءة دعاء فيه لفظ موهم ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم ولبعض الصحابة، وهو كذب على رسول الله لم يثبت عنه ولم يثبت عن واحد من الصحابة، وهو قولهم: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي واكتبني عندك من السعداء. فهذا الكلام لم يثبت عن سيدنا عمر ولا عن ابن عباس ولا عن مجاهد ولا عن أي واحد من السلف الصالح، ومعناه الظاهر مخالف للعقيدة الصحيحة، وهي أن الشقي شقي في بطن أمه فلا يتبدل سعيدا، لأنه صح الحديث الشريف بذلك. واعتقاد تبدل المشيئة أو العلم أو أي صفة من صفات الله تعالى كفر، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وغيره من العلماء الأفاضل. وهذا دأب كثير ممن يقرؤون هذا الدعاء الفاسد، يعتقدون أن الله يغير مشيئته في تلك الليلة فينقلب العاصي إلى طائع والمسيء إلى محسن والشقي إلى سعيد والمحروم إلى ميسور، فمن اعتقد ذلك فسدت عقيدته، وعليه أن يعتقد الحق ويرجع إليه، أن يعتقد أن الله تعالى لا يتغير وأن صفاته لا تتغير، مشيئته لا تتغير، علمه لا يتغير. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وتقدير الله أزلي ومشيئته أزلية وعلمه أزلي وكل ذلك لا يتغير. فمن كان يعتقد خلاف ذلك عليه أن يتشهد، أي أن يقول الشهادتين للخلاص من الكفر. نسأل الله السلامة.